اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده بالتاكيد في مجموعه من المباريات سواء في الدوري الانجليزي او في الدوري الايطالي، مفيش مباريات محليه، خلاص الدوري المصري في حاله توقف دلوقتي استعدادا لمشاركه الانديه الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا. نبدا مع بعض من مباريات اليوم في الدوري الانجليزي. النهارده في مباراتين الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، بيرلي هيستضيف ليستر سيتي وشيفيلد يونايتد هيستضيف استون فيلا. في الساعه 10 والربع مساء كريستال بالاس هيستضيف فريق مانشستر يونايتد، ودي المباراه الاخيره لمانشستر يونايتد قبل ديربي مانشستر في الاسبوع القادم هيكون ما بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد. في الدوري الايطالي النهارده في حوالي 7 مباريات، الساعه 7:30 ساسولو هيلعب مع نابولي، الساعه 10 الا ربع 6 مباريات في توقيت واحد، جنوا مع سامبدوريا، بينفينيتو هيلعب مع هاليس فيرونا، فيرونتينا هيلعب مع روما، اتلانتا مع كرواتوني، ميلان هيستضيف اودينيزي، والساعه 10 الا ربع في ختام المباريات كالياري هيلعب مع بولونيا. طبعا مباريات الدوري الايطالي قويه جدا، منافسه ما بين اليوفي والانتر والاي سي ميلان، والدوري الايطالي هذا العام تحديدا منافسه قويه جدا واداء مختلف عن السنوات الاخيره، خاصه بعد وجود كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس خلال العامين الماضيين.